السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. النهاردة هنتكلم في الهيستوجرام ايكواليزيشن. ده تكنيك بنستخدمه عشان نقدر نعمل انهانسمنت على الصورة بتاعتنا. تقدر تقول يعني كده ان احنا عندنا صورة ومن الصورة دي بنحولها لجراف عشان اشوف توزيع البكسل عاملة ازاي، وبالتالي اقدر اعمل كونتراست ستريتشنج على الصورة دي. يعني ايه كونتراست ستريتشنج؟ هنعرف دلوقتي. يعني مثلا لو بصينا على الصورة الدارك ايمج اللي فوق خالص على الشمال دي، احنا عارفين ان اللون الاسمر هو بيمثل البكسل رقم 0 والابيض بيمثل البكسل رقم 255، فالصورة ديت هي مظلمة قوي. يعني انا لو جيت رسمت الجراف بتاعها هتلاقي ان اكتر البكسل الانتنسيتي بتاعتها موجودة عند الرقم 0. طيب لو جينا بصينا على الصوره اللي في النص اللي هي الجود ايمج دي، هتلاقي ان كل الالوان هنا متشبعه بشكل كويس، وهتلاقي ان الانتنسيتي او الديستريبيوشن بتاع كل البكسل اللي موجوده في الصوره هي متوزعه بشكل ايكوالايزيشن على الهيستوجرام بتاعي، يعني بشكل متساوي، او تقدر تقول ان الصوره ولا هي غامقه قوي ولا هي فاتحه قوي، وهو دوت الهدف بتاعي ان انا اوصل للشكل ده. طيب لو انا عندي الصوره هي هاي كونتراست اللي هي البرايت ايمج دي، فهتلاقي ان هنا الصوره فاتحه قوي، فهتلاقي بالتالي ان معظم البكسل هي قريبه جدا جدا من الرقم 255 لان هو بيمثل اللون الابيض. دي حاله يعني بحاول اتجنبها على قد ما اقدر، ودي حاله اللي هي الدارك ايمج بحاول برضو اتجنبها على قد ما اقدر. الهدف عندي ان انا اعمل كونتراست ستريتشنج لكل الانتنسيتي بتاعه البكسل اللي موجوده في الصوره، بحيث ان انا اخلي الديستريبيوشن بتاعها متوزع بشكل كويس كده، والصوره تكون كويسه معايا ان انا اقدر استخدمها سواء ان انا كنت هعمل بيها كلاسيفيكيشن باستخدام السي ان ان او وات ايفر يعني الهدف بتاعي. طيب ازاي بقى ان انا لو انا عندي دارك ايمج زي دي والانتنسيتي بتاعها عند زيرو، او وايت ايمج اللي هي الهاي كونتراست الانتنسيتي بتاعها عند 255، ازاي اوصل للشكل اللي قدامي ده اللي هو الجود ايمج؟ تعال نشوف الموضوع دوت ازاي بيتم من ناحيه الماثماتكس. هناخد مثال بسيط خالص. عندنا صوره اللي هي الصوره دي قيم البكسل اللي موجوده في الصوره، وانا هنا عندي الجري ليفل بتاعي، الجري ليفل اللي هو الارقام من 0 لحد 7 مثلا يعني، واروح اطلع بقى اشوف نمبر اوف بيكسل في الصوره بتاعتي، اشوف كل رقم اتكرر كام مره. يعني الجري ليفل ده اشوف هنا الزيرو مثلا في الصوره هلاقيه مش موجود ولا مره، فبالتالي هيبقى ما اتكررش، هيبقى زيرو يعني. والواحد دوت برضو ما اتكررش هيبقى زيرو، والاثنين هتبقى زيرو، والثلاثه اتكررت 6 مرات، والاربعه 14، والخمسه 5 مرات، والسته والسبعه ما اتكرروش ولا مره. فبالتالي ازاي برسم الرسمه بقى ان انا اطلع الهيستوجرام بتاعي ده، ان انا احول الصوره لشكل هيستوجرام عن طريق ان احنا مثلا احنا عندنا هنا الجري ليفل اللي هو من 0 لحد 7، اشوف كل اللي هو النمبر اوف بيكسل دوت، هتلاقي ان هنا الثلاثه الصفر والواحد والاثنين ما اتكرروش ولا مره، فبالتالي هيبقوا زيرو. الثلاثه اتكررت 6 مرات هنا اهو، الاربعه اتكررت 14 مره، الخمسه اتكررت 5 مرات، السته والسبعه ما اتكرروش ولا مره. فانا كده جبت الهيستوجرام بتاع دي الديستريبيوشن بتاعت البكسل اللي موجوده في الصوره. هتلاحظ ان هنا ان البكسلز مرتكزه في النص، يعني هتلاقي لو الصوره ديت قدرنا ان احنا نشوفها هتلاقي ان مفيش لون اسمر فيها خالص، ولا هتلاقي فيها لون ابيض، هتلاقي ان هي يعني متوسطه. يعني هتلاقي ان هنا دي مش كويسه. ليه؟ لان هنا هنا زيرو وهنا زيرو، والبكسل مرتكزه في مكان واحد فقط، وانا قلت لك ان احنا بنحاول نوصل للشكل اللي في النص ده، ان كل البكسل الديستريبيوشن بتاعها تكون متوزعه على الارقام كلها من اول الصفر لحد 255. طيب ازاي بعمل كونتراست ستريتشنج بقى عشان افرد او اشد البكسل ديت ان هي تتفرد على الجري ليفل بتاعي كله؟ في كذا طريقه، احنا هنعرف طريقه واحده منهم دلوقتي اللي هي ان احنا عن طريق ان احنا نعمل الجدول ده. اول حاجه هنا احط الجري ليفل اللي هي الارقام اللي عندي من 0 لحد 7، بعد كده احط النمبر اوف بيكسل الانتنسيتي بتاعت البيكسل اللي موجوده في الصوره اللي هي 0 0 0 6 14 5 0 0، بعد كده اجيب التوتال بتاعهم اللي هو 25، بعد كده بحسب حاجه اسمها البي دي اف والسي دي اف. ازاي بحسب البي دي اف ده؟ عن طريق ان انا بقسم كل رقم في النمبر اوف بيكسل على التوتال بتاعه. هيبقى هنا 0 على 25 هيبقى 0، 0 على 25 0، 0 على 25 0، 6 على 25 هيبقى 24 من 100، وهكذا. بتفضل تقسم النمبر اوف بيكسل على التوتال، هيديك الكولوم بتاع البي دي اف. طيب السي دي اف ازاي بنجيبه؟ السي دي اف عن طريق ان انت بتقول الرقم ده، يعني اول حاجه بناخد الرقم ده بنحطه هنا زي ما هو، بعد كده بقول ان الصفر ده هجمعه على الصفر ده هيديني الصفر ده، بعد كده الصفر ده هجمعه على الصفر ده هيديني الصفر ده،
بعد كده الصفر ده هجمعه على 24%، هيبقى 24%، 24% زائد 56%، هيبقى 8/10. 8/10 زائد 2/10 يبقى 1، 1 زائد 0 1، 1 زائد 0 1. كده احنا طلعنا الكولوم بتاع ال CDF. طيب بعد كده امسك الكولوم بتاع ال CDF اضربه في اكبر قيمه موجوده عندي في الجري ليفل، اكبر قيمه موجوده عندي في الجري ليفل اللي هي في 7. يبقى همسك الكولوم بتاع السي دي اف اضربه في 7 هيديني القيم دي. طيب بعد كده اقدر ان انا اطلع الهيستوجرام ايكوالايزيشن الجديد بتاعي. ازاي بقى؟ هنا مثلا هقول ان الصفر ده هيبقى صفر زي ما هو، والصفر برضه هيبقى صفر، والصفر هيبقى صفر زي ما هو. وبعد كده احنا اكننا بنعمل تقريب، يعني ال 1.68% هتبقى 2، بنعمل لها تقريب ابروكسيميشن. هنا ال 5.6 هتبقى 6، وال 7 هتبقى 7 زي ما هي، والسبعات كلهم هينزلوا زي ما هم. طيب انا كده طلعت الهيستوجرام الجديد يعتبر اهو، اللي هو الكولوم ده، دي قيم الهيستوجرام الجديده بتاعتي، دي الديستريبيوشن بتاعت البكسل الجديده. فبالتالي هلاقي ان هنا الصفر اتكرر صفر مره، الواحد اتكرر صفر، الاثنين اتكررت صفر، الثلاثة اتكررت مرتين، الأربعة 6 مرات، الخمسة والستة والسبعة اتكرروا 7 مرات في الهيستوجرام الجديد. فبالتالي لما أجي أوزع البكسل الجديدة بتاعتي على الهيستوجرام عشان أشوف الكونتراست، عشان أشوف الديستريبيوشن بتاعت البكسل دي، ألاقي إن هنا الثلاثة أهي اتكررت مرتين، فهحط 2 وهكذا، بتعمل مابنج كده. والاربعه 6 مرات، والخمسه 7، والسته 7، والسبعه اتكررت 7 مرات. فهتلاقي ان الفرق ما بين الشكل ده والشكل ده، هتلاقي ان الشكل اللي على اليمين احسن طبعا، لان هنا انا حاولت ان انا اعمل ديستريبيوشن، ان انا اخلي البكسل تكون قريبه جدا من بعض. تمام، دي فكره ان ازاي ان احنا بنحول من الدارك ايمج اللي هي اللو كونتراست والهاي كونتراست اللي هي البرايت ايمج، ان انا يبقى عندي جود ايمج الشكل اللي هو اللي في النص ده. ده طبعا مثال بسيط كده للتوضيح، يعني اتمنى تكون الفكره وضحت. احنا بقى عايزين نعمل الكلام ده كودنج، فانا ممكن اوقف هنا والفيديو اللي بعد ده على طول اشرح فيه الكودنج. وشكرا والسلام عليكم. تعالى بقى نشوف الموضوع دوت ازاي بيتعمل من ناحيه الكودنج. بس قبل ما اروح على الكود، انا نسيت حاجه بس هنا، ان انا بعد ما طلعت الديستريبيوشن بتاعت البكسل الجديده دي، هروح اعمل لها مابنج بقى مع الصوره الاصليه. يعني مثلا هنا 0 و1 وال2 هما ما اتكرروش ولا مره في الهيستوجرام الجديد، فبالتالي هيبقوا 0. الثلاثه اتكررت مرتين، فهمسك كل ثلاثه موجوده في الصوره الاصليه واعوض عنها ب2 في الماتريكس الجديده، في الصورة الجديدة. وهكذا الأربعة هشيل كل الأربعات اللي موجودة في الصورة القديمة، أحط 6 والخمسة والستة والسبعة هشيلهم من الصورة القديمة وأعوض عنهم ب7، فبالتالي هتبقى هي دي الماتريكس أو الصورة الجديدة بتاعتي. طيب تعالى بقى على الكود. أول حاجة هنجيب مكتبة نمباي، وهنجيب CB2، وهنجيب مات بريتليب، هنكريت إحنا صورة، عارفين طبعًا الكلام ده شرحناه كتير، إن بي دوت زيروز، أعمل ويندو عبارة عن كلها هيبقى لونها أسمر، الهاي والويتس بتاعها 500 في 500، والتايب بتاعها اللي هو يو انتجر 8 اللي هو ان اسايند انتجر 8، واخزن الكلام ده كله في فاريبل اسمه ايمج. ازاي بقى اعمل الهيستوجرام بتاع الصوره اللي احنا كريتناها دي؟ عن طريق مكتبه ماتبلوتليب، بنقول بي ال تي دوت هيست، والهيست دي بتاخد مجموعه من الارجيومنت. اول ارجيومنت هنا اللي هو الايمج دوت رابل، الايمج دوت رابل ده بيفرد لك البكسل بتاعت الصوره كلها. يعني تخيل مثلا اللي انت عندك ماتريكس 2 في 2، فلما والماتريكس دي متخزنه في فاريبل اسمه ايه، فلما تقول ايه دو ترافل هيجيب لك الاربع ارقام بتوع الماتريكس دي ويفردهم لك كلهم جنب بعض. فهنا نفس الفكره، هيمسك البكسل بتاعت الصوره كلها وهيحطهم كلهم اكنهم في صف واحد. دوت الفانكشن رافل بتعمله. وهنا بنحدد الماكسيمم، الماكسيمم نمبر بتاع الكالر بتاعتي اللي هو احنا عارفين من 0 ل 255، فيبقى 255. وهنا بنحدد الرينج اللي هو بتاع الهيستوجرام اللي هو يبدا من 0 لحد 255 في شكل ليست طبعا. وهنا هنعمل شو للهيستوجرام دوت، وهنا هنعرض الصوره الاصليه اللي احنا كريتناها، وهنا ويت كي والدستروي اول ويندوز طبعا عارفين بيعملوا ايه. تعالى نعمل رن. هنا البكسل اهي، دي الويندو اللي احنا كريتناها، وهنا الهيستوجرام بتاعها. هتلاحظ ان هنا اللون الاسمر دوت بيمثل الرقم 0، فبالتالي هتلاقي ان هنا الرقم 0 التكرار بتاعه اهو اتكرر كام مره في الصوره، اللي هو 250,000 مرة، اللي هو حاصل ضرب ال 500 دي في ال 500 دي.
طيب تعالى نجيب الويندو السمراء اللي احنا كريتناها دي ونرسم عليها ريكتانجل. ازاي؟ بقول سي بي 2 دوت ريكتانجل، والريكتانجل ده هرسمه فين على الصوره الاصليه، وبحدد الاحداثيات بتاعته اللي هو هيبدا من عند الصفر وهينتهي عند ال 250 اللي هو نص الصوره بالظبط اللي هي 500 في 500، وهينتهي عند 500 في 500، وهنا لونه هيبقى ابيض لون الريكتانجل ده، وهنا سالب واحد يعني هيبقى مليان من جوه. تعالى نعمل رن، هتلاقي خد نص الصوره بالظبط اهو اللون الابيض. طبعا اللي مش عارف ازاي بنعمل ريكتانجل، الكلام ده اتشرح بالتفصيل الممل في الفيديوهات اللي فاتت. هنا الهيستوجرام هتلاقي ان الرقم اللي هو الزيرو اتكرر اهو فوق ال 120 الف مره، وال 250 هتلاقيه برده اتكرر، او ال 255 اللي هو اللون الابيض هتلاقيه برده اتكرر بنفس العدد، لان هنا الـ او المربعين دول متساويين يعني. طيب تعالى بقى نعمل كمان ريكتانجل، نرسم كمان ريكتانجل ياخد نص الريكتانجل ده. اقول سي في 2 دوت ريكتانجل، هرسمه على الايمج، هيبدا من عند الصفر اللي انت عند ال 125 عند، يعني هيبدا من نقطه الزيرو الزيرو اللي هو فوق خالص على الشمال في الويندو، هيوصل لحد ال 125 اللي هو على محور الواي اللي هو نص المربع ده بالظبط. بعد كده هياخد لحد ال 255 او سوري لحد 250 و250 اللي هو نص المربع ده برضو، وهنا بحدد الماكسيمم نمبر اللي هو او مش الماكسيمم نمبر بقى، ده اللون بتاعي ال 127 اللي هو اللون الجراي. خد بالك ان الارقام بتبدا من 0 ل 255، ف 127 دي ده نص الارقام بالظبط اللي هو من 0 ل 255، فهيبقى هو اللون الجراي يعني. وهنا هيبقى فيل برضو من جوه. تعالى نعمل رن. هنا اهو بدا من عند الصفر من اول، هنا نزل عند 125 لحد هنا كده، وبعد كده 250 250 اللي هو نص المربع بالظبط اللي هو الاسمر. وهنا الهيستوجرام ايكولايزيشن بتاعها، هتلاقي ان البيكسلز اللي لونها اسمر عددها اقل شويه اللي هو المربع ده، والبيكسل اللي لونها جري اللي هو احنا عملناه هنا عند 127 بالظبط، وهنا البيكسل اللي لونها ابيض لسه عددها ثابت زي ما هي لان احنا ما غيرناش في البيكسل دي. طيب تعالى كده يعتبر فهمنا الفكره يعني بتاعت الهيستوجرام. تعالى نعمل كومنت لده وده وده، ونقرا الصوره مثلا بتاعت لنا، الصوره اللي هي مشهوره جدا دي، نقراها كجري سكيل الصفر دوت يعني، هنقراها كجري سكيل. وتعالى نعمل الهيستوجرام ايكولايزيشن بتاعها كده، نعمل رن. دي الصوره بتاعت لنا قراناها كجري سكيل، وهنا هتلاقي توزيعه البيكسل اهي، هتلاقي بدأ هنا يعني من اول ال 40 تقريبا ولا حاجه لحد هنا ال 240، ده الانتنسيتي بتاعت البيكسل. يعني مثلا هنا هتلاقي ان ال 150 هي اكتر قيمه بيكسل متكرره في الصوره دي تقريبا يعني ابروكسيميتلي كده 250 فوق. طيب تعالى تعالى نفصل بقى البيكسل دي عن بعضها، نجيب البلو لوحده والجرين لوحده والريد لوحده عن طريق الفانكشن اللي اسمها سبليت. سوري هقول هنا cb2.split الايمج، سبليت دي هتاخد كل بيكسل، احنا عارفين ان الصوره عباره عن ار جي بي، فهنا البلو والجرين والريد كل البيكسل دي هتبقى لوحدها، وهنا هعمل لهم شو هم الثلاثه، وبرده هنرسم الهيستوجرام بتاعهم بنفس الطريقه. تعالى نعمل رن، اداني ايرور، وهو الايرور دوت اعتقد ان احنا قرانا الصوره كجري سكيل، فلازم نقراها صوره الوان زي ما هي عشان نقدر ان احنا نفصلها، فانا شلت الزيرو. تعالى نعمل رن تاني. تمام، ادي البلو وادي الريد وده الجرين، ادي البكسل البلو اللي في الصوره، تعالى نحطهم جنب بعض كده، ودي الصوره الاصليه. لما انت بتجمع الثلاثة دول على بعض اللي هو الار جي بي بالشكل ده هيديك الصورة الأصلية اللي هي دي. طيب هو الهيستوجرام بتاع الأربع صور دول أهو، دي الانتنسيتي بتاعت كل البكسل اللي احنا شفناهم اللي هم الار جي بي والصورة الأصلية كلها اللي هو الأزرق ده. طيب كده يعتبر فهمنا برضو إن احنا إزاي نجيب الانتنسيتي بتاعت كل البكسل اللي موجودة في الار جي بي. تعالى تعالى نعمل حاجه تانية، نعرض الهيستوجرام دوت بشكل تاني في فانكشن اسمها كالك هيست،
بنجيبها من سي في 2، بنقول سي في 2 دوت كالك هيست اللي هو هحسب الهيستوجرام للصوره بتاعتي اللي هي بتاعت لانا دي، وهنا بحط عدد التشانل. انا عندي الصوره دي خلينا نقراها كجري سكيل، نحط هنا زيرو. وهنا احنا عارفين ان الجري سكيل هو عباره عن 1 شانل والار جي بي عباره عن 3 شانل، فهنا دي 1 شانل فهحط صفر هنا. طب لو كانت 3 شانل اللي هم الار جي بي فانا احط 0 1 2 تمام. وهنا بحط الماسك، انا مش عايز ماسك فهقول له نون، مش عايز ماسك على الهيستوجرام ده. بنحط هنا الانتنسيتي بتاعت الماكسيمم بتاع البكسل اللي خلينا نحطه 255، وهنا بنحدد الرينج اللي هو هيبدا من 0 لحد 255. وهعرض الكلام ده، تعالى نعمل رن. دي الصوره اهي كجري سكيل، ده دي الكالك هيست بيكون شكل الهيستوجرام عامل كده. برضو هتلاحظ ان هنا الاعلى قيمه للبيكسلز اللي هو تقريبا 140 او حاجه. هي ديت فكره الكالك هيست، الموضوع بسيط يعني. اتمنى ان انت تجربه بايديك، ولو في اي سؤال برضو اكتبه في الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.